موضوعنا التالي: يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وتهدف نشاطات هذا اليوم إلى التأكيد على ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعهم مشاركة فعالة وكاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى التوعية الشاملة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الصحية وتوعية ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تمنح لهم. من أجل تيسير وحياتهم المعيشية، للحديث حول هذا الموضوع ومكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا، يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو في بث حي ومباشر نواف زميرو، ناشط اجتماعي ومختص في الاستشارة لأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا ومرحبا بك أخ نواف. أهلا بك أستاذ شاكر. أولا أعطينا معلومات عن هذا اليوم الذي يتم الاحتفال به في للمعاقين. طبعا اليوم هذا يعتبر يعني بالنسبة لنا كأشخاص معاقة يوم عيد، يعني يحتفل به كل سنة، ولكن نحن نشعر أن الأيام المتتابعة في حياتنا هي كل يوم يوم المعاق العالمي، لأن ألامنا هي كل لحظة كل دقيقة وكل ساعة، فلا يجب أن يكون فقط يوم نسلط به الضوء على قضايا ومصاعب الأشخاص مع إعاقة، إنما يجب على الجميع أن يكون كل يوم هو بمثابة دق النقوص الاهتمام في كل قضايا الأشخاص مع إعاقة. كيف تقيم وضع ومكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا العربي؟ بصراحة أنا أقولها دائما أنه أنا بشعر أن احنا بنعيش في أقلية داخل أقلية، هناك إقصاء وتهميش كثير لقضايانا لحقوقنا لإدماجنا في المجتمع، إن كان في الحياة العامة أو في مجال التشغيل، ولكن يعني مؤخرا في بضع سنوات هناك تغيير ولكن بطيء وليس بالكامل، ودائما نسعى ونناشد أن يكون إدماجنا ويكون احتوائنا بشكل كامل ونهائي، وتطبيق جميع الحقوق والنظم التي سنت أو وضعت للأسف لحتى الآن حبر على ورق، تطبيقها فعليا في واقعنا المؤلم الحالي. إذن أنت تتحدث عن أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه هؤلاء الأشخاص، هل تدعم السلطات المحلية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ للأسف هنالك ظلم كبير من قبل السلطات المحلية، دائما يتحججون بعدم وجود ميزانيات لذلك، ولكن هنالك برامج ومشاريع كثيرة موجودة في الوزارات المختلفة، ولكن بحاجة إلى تبني وإلى إيرادات محلية أيضا، لأن كل سلطة يجب أن تدفع القسم الميسور من المشروع تقريبا 25%، ويؤجلون الأمر إلى السنة الأخرى والأخرى، وهذا يضيع حقوق كثيرة بالنسبة لنا في هذه البرامج التي تسعى إلى تعزيز قواتنا وتمكيننا في أدوات حياتية تشعرنا بأكثر اندماج في المجتمع. إلى أي مدى يتم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟ هنالك مجالات كثيرة تبعدنا عن إدماجنا في المجتمع. أولا نقص الوعي المجتمعي بأن الشخص اللي عنده إعاقة هو شخص وإنسان قبل أن يكون معاق، ولا يوجد إيمان بقدراتهم. يعني في قانون هنالك أنه كل مؤسسة جماهيرية إذا كان عندها 100 موظف تشغيل مشغلين لديها، يجب أن يكون من بين هذول 100 3% منهم مع أشخاص معاقة، والتوسيع القانون كان كمان 5%، ولكن للأسف لا يوجد في أرض الواقع تطبيق لهذا القانون. وكذلك في المجال التعليمي احنا بنلاحظ اليوم كثير من الأطر الدراسية غير متاحة لاستقبال الطلاب المعاقة. يعني أنا شخصيا لحد اليوم المدرسة اللي تعلمت فيها بالإعدادية والثانوية الطابق الثاني اللي فيه المكتب العامي وغرفة الحواسيب وغرفة المختبر غير مهيئة
لأن يستطيع طالب مع كرسي عجلات أن يصعد الفرق وتلقى أخ نواف التعليم. ابقى معنا سنواصل الحديث معك، ولكن دعنا الأوديو. طبعا أخ نواف استمعت إلى ما قاله الشيخ مشهور. أولا تعقيبك، هل أنت راضي؟ يعني هل تريد أن ينظر الجمهور العربي لأصحاب الاحتياجات الخاصة كما شرح لنا الدكتور مشهور؟ طبعا أول شيء نشكر الدكتور مشهور على انطباعه وعلى اهتمامه في قضية أصحاب الإعاقات، وهذه مبادرة جدا هامة في أن تكون خطبة الجمعة غدا هي تختص في قضايا الأشخاص مع إعاقة، لأن الأئمة ومنابر المساجد هي من الأدوات المؤثرة جدا على نطاق واسع في جميع المجالات على قضايا المجتمع وخاصة قضية الأشخاص مع إعاقة، وهذه طبعا مبادرة مباركة جدا. أخ نواف، الصورة التي نراها الآن على الشاشة لها معنى كبير، لأن ننتظر، ها هي لها معنى كبير في حياتك أنت، وقد لا أبالغ حينما أقول أن تأثيرها لا يزال يرافقك حتى اليوم. احكي لنا قصة هذه الصورة. نعم، هذه صورة الدراجة الهوائية. أنا مش شايف. نعم الدراجة الهوائية. طبعا أنا أول إشي قاعد، هذا أنا وأنا صغير قاعد على دراجة هوائية، بالرغم إنه إعاقتي لا تسمح لي أن أنا استعمل الدراجة بشكل استقلالي مستقل، فكنت أنا اتبعتها طبعا من جيل 5 سنين لحد جيل 16 سنة، بسبب أنني كنت رافض كده أركب أو أقعد على كرسي عجلات، لأن لي يعني كنت أتوقع أنه نظرات الطلاب، نظرات اللي بالشارع راح تكون يعني تريد أن ترضي المجتمع. نعم بالضبط، كنت أمثل أن أنا ولد طبيعي، طالب طبيعي اللي بيذهب إلى المدرسة بشكل عادي زي كل الطلاب، لأقلص قدر الإمكان نظرات الإزدراء، نظرات السخرية، نظرات التعديق، وكذلك النظرات الشفقة التي كانت تسبب لي الألام النفسية الشديدة. فكل ذلك أنا يعني وصلت لوسيلة اللي أنا أقدر أطلع إلى المجتمع كأني ولد عادي. طبعا كان في نطاق الطفولة اللي كانت عندي فترة صعبة جدا لأني ما كنتش متكبل نفسي، ولكن بعد هذه الفترة الحمد لله زادنا الله وعيا وإرادة وإصرارا، واستطعت أن أجابه كل الحواجز التي كانت أمامي في نطاق إدماجي أو اندماجي المستقل في المجتمع. أخ نواف، طبعا هنا هذا كتاب جسر الأمل تأليف نواف زميرو، وهنا إعاقتي لا تعني نهايتي. هذا الكتاب كم استغرق تأليفه يعني؟ طبعا استغرق تأليف تقريبا 6 شهور، هو يشمل على أحداث حياتية واقعية حدثت معي، فيه رسائل كثيرة كمان للمجتمع، إنه نحن ناشد المجتمع أن يعاملنا كبشر قبل أن نكون مع إعاقة، وإنه الإنسان المعاق إنسان غير عدائي وبيظل فعال وناتج إذا أتيحت له كل الأبواب من ناحية الإتاحة الفيزيائية أو الخدمة. الآن بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة قمت بتأليف قصيدة، هل يمكن أن تلقيها أمامنا؟ نعم، قصيدة باسم شعلة من النشاط تبدأ هيك: الحمد والشكر لله عز وجل الكريم المنان، شاء القدر أن أكون مبتلى في هذا الزمان، صابر وراضي وبالله دوما مستعيلا وكل إيمان، رافض للمنة والعطف وماقت للشفقة والإحسان، مطالبا بالحق ونصرة المعاق والعدالة والأمان، صارخا اسمعوا صوتي بالعقل أولا وبالوجدان، افهموا ظرفي وكفوا من لدغات الكول واللسان، فيا أخي ما نحن خصمك ولسنا كرتسل ولا ديان، واجلد بصوتك كل فاسق وغاصب ومانع للأذان، وعار عليك أن تنبذ أخاك وتفقده سمات الإنسان، عسى أن تعود إلى رشدك وتصبح للظرف فهمان، فالكرامة وعزة النفس أغلى من اللؤلؤ والمرجان. بارك الله بك. طبعا من يؤلف كتابا ويكتب قصيدة مثل هذه كل الاحترام والتقدير. أخ نواف زميرو، طبعا شكرا لحضورك للأستوديو. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين، مع فاصل آخر